هناك تعديل لقانون الأحزاب سريعا حتى نستطيع أن ننفذ الأحزاب المصرية. النقطة الثالثة أننا أساعد الأحزاب فعلا بشكل كبير أنها تصل للشارع المصري. وأعتقد أن الوزارة الحالية ولقاء الوزير أشرف صبحي مع أمناء شباب الأحزاب كان لقاء موفق جدا، وقال أنه داعم للأحزاب، وأتمنى أن ذلك الدعم يصل بشكل فعلا إلى الأحزاب، وأتمنى إن شاء الله أن تكون بداية جديدة بين الأحزاب والحكومة في المرحلة المقبلة. لكن سيادة النائب، ما هي الأسس في تقديرك التي تحكم علاقة حزب مستقبل وطن بالدولة المصرية؟ حزب مستقبل وطن هو ظهير الدولة المصرية بشكل كامل. حزب مستقبل وطن ظهير للمؤسسات الوطنية بشكلها الكامل منذ اللحظة الأولى، منذ ولادة مستقبل وطن، وهذا ليس شيئا نخفيه على الجميع. صحيح. نحن ولدنا لكي نكون ظهير للدولة، وتجمعنا كشباب من كل ربوع مصر لكي نكون ظهير للدولة بمؤسسات الوطنية، وسنستمر في هذا الدور لأننا نحمي الدولة ولا نحمي أشخاص، نحمي مؤسسات الدولة، وسنقف خلف مؤسسات الدولة وسندعمها طالما بإذن الله إن إحنا شايفين أنها بتتقدم للأمام بالبلد. إحنا مش من النوع اللي هو زي ما قلت لك، مش من النوع اللي بيسقف للعبة الحلوة وقت الأزمة بيبعد، لا، احنا دايما موجودين مع مؤسسات الدولة، بنحاول دايما ان احنا نوصل صوت الناس لمؤسسات الدولة من خلال هيئاتنا البرلمانية، من خلال نوابنا، من خلال مركز دراسات استراتيجية، من خلال أكاديمية مستقبل الوطن التدريب والتثقيف. دايما هناك تقارير بشكل مباشر بتروح للوزارات بشأن كل الأحداث اللي بتحصل، بشأن أي شكوى جماعية بنحاول نوصلها، وبنحاول ان احنا نلقى حل. ما هو ظهير للدولة دي مش مع عصي. بعض الناس تظن انك ظهير للدولة انك ضد المواطن، لا.